امبارح تم تكريم المزارعين اللي حققوا اعلى انتاجيه السنه دي في محصول القمح، وده ضمن الحمله القوميه للنهوض بمحصول القمح، واللي بتستهدف تشجيع المزارعين واستنباط اصناف جديده من المحصول تمتاز بالانتاجيه العاليه والتاقلم مع التغيرات المناخيه. المزارع هو الشريك الأساسي للدولة في تحديات الأمن الغذائي، عشان كده الاهتمام بالفلاح والمزارع المصري بيأتي على رأس أجندة أولويات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف حافز استثنائي لسعر أردب القمح. كانت خطوة مهمة جدا لتشجيع مزارعي القمح ووجود منافسة قوية بينهم، ونتيجة تعبهم بتتوج بتكريم وزارة الزراعة ليهم بمناسبة تحقيقهم لأعلى إنتاجية في محصول القمح. تعالوا بينا نعرف أكتر عن تجارب وقصص نجاح المزارعين المكرمين. التكريم كان في ختام ورشة العمل للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح اللي نظمها معهد بحوث المحاصيل الحقلية برعاية وزارتي الزراعة والتعليم العالي، واللي كان ليه دور كبير جدا في متابعته للمزارعين طوال فترة حصاد محصول القمح لتنفيذ التوصيات اللي بتعمل على زيادة المحصول بأصنافه المختلفة المنزرعة في الأراضي. احنا من خلال اجتماع هذا اليوم ولقاء هذا اليوم بنطلق ان احنا بنضعف الحقول الارشادية. الدولة المصرية متبنية محاصيل استراتيجية وبصفة خاصة القمح، اعلننا السعر الاسترشادي، اعلنته الدولة المصرية 1000 جنيه للارداب، ومع الظروف القادمة ايضا ده يمثل حد ضمان مع تغير الظروف هندعم الفلاح والمزارع. فخامة السيد الرئيس دائما داعم للفلاح والمزارع المصري. المزارع اصلا هو الشريك الاساسي للدولة في تحديات الأمن الغذائي في مصر، فعشان كده نوجد له كل ما نعظم الإنتاجية كل ما بيزيد دخله، وفي النهاية بنوجد له حياة كريمة عشان نقدر نمهد له أو نوجد له دور فعال مميز يكون له مردود اقتصادي عليه عشان يقدر يساهم في التحديات الموجودة في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري. القمح من أهم المحاصيل الغذائية اللي بيعتمد عليها المواطن في غذائه، عشان كده تشجيع الدولة للمزارعين كان سبب في اهتمامهم بالمحصول واتباع الإرشادات الخاصة بأهم الأصناف في محافظات الوجه البحري والإبلي زي جيزة 3 وسخة 95 وجميزة 12 بإنتاجية وصلت لأكثر من 30 أردب وسط أجواء من البهجة والفرحة على وجوه المزارعين. طبعا الارشاد الزراعي اداني التقاوش، والدكتور وائل اللي هو المسؤول عن شربين بقى يتابعني، بقى يجيني كل شهر، يجيني على راس الغيط نعمل مدرسه حقليه، وطبعا بوري الفلاحين اللي هم اللي انا يعني تابع لهم بيشوفوا البتاع بيعملوا زي انا. اتبعت التعليمات واجتهاد مني انا شخصيا، لان انا بزرع قمح من زمان، بس اللي هو جد علينا ان زرعنا المحصول القمح السنه دي على مساطب مع شويه اضافات. يعني احنا ضفنا سوبر في الاول فوسفات 4 شكاير للفدان، بعد كده اتبعنا تعليمات الارشاد الزراعي، بقينا نقاوم الحشائش، برضو قاومنا الحشائش الحمد لله، ما فيش زمير ظهر عندنا من فضل الله علينا. والري ما غمرناش الارض، يعني المشروع المساطب ده هو ما زودش المي على المحصول ولذلك ما اتخنقش. الحمد لله يعني توفيق من ربنا، ثم الساده الدكاتره اللي معانا ومهندس الارشاد الزراعي تمام، يعني نفذت التوصيات اللي هم كانوا قالوا عليها وابتديت ازرع المحصول بتاعي، ومش اول سنه الحمد لله، يعني فضل وتكريم من ربنا ان انا كان جاب لي كده كذا مره. تعاجدت على غله ارشاد السنه اللي فاتت، اعطوني 45 كيلو غله لفدان، وانا حردت الارض وعملت مصاطب بالمصطبه 120. الغله 45 كيلو دول وفروا معايا، دي ميزه الستاره وميزه المصاطب. المصطبه كنت زرعها من 5 خطوط ل6 خطوط، دي ميزه المصطبه بدل الفدان ما بياخد 3 ساعات معايا بعد كده بياخد 1.5 ساعة. افضل زراعه في القمح واي محصول تاني زراعه على مصاطب. اول النبات بيبقى قوي وعايز النبات كويس، والتفريع بيبقى عالي وبياخد كمية مية قليلة. النبات اللي ما بيغرقش وبياخد مية كويسة بيطلع نبات قوي وما بيصفرش، وأي كمية كيماوي بتبقى كويسة ليه. طبعا أهم حاجة إن ده التكريم الأدبي ده مهم جدا للناس، ده بيرفع
معنوياتنا وبيخلينا نكد أكتر عشان نزود الإنتاج. الحمد لله مية مية والله، وتشكروا على كل من قام على هذا التكريم. نشكر السيد محافظ الوادي الجديد طبعا اللي على رأسنا، والسيد مدير عام الزراعة ومدير المديرية. الحمد لله مية مية، الحمد لله والله، الحمد لله رب العالمين. جهود كبيرة بتقوم بها الدولة لدعم الفلاح والمزارع بتتمثل في زيادة مساحات الأراضي المزروعة ووسائل الري الحديثة اللي بتتيح للفلاح زيادة إنتاج المحصول وتحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.